السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبين ومتابعي العالم ذكي. في هذا الفيديو الجديد من خلاله إن شاء الله سأريكم طريقة حصرية للحصول على 1000 جيجا بايت كمساحة تخزينية على هاتفك الأندرويد. نعم، يمكنك الحصول على 1 تيرا بايت كمساحة تخزينية مجانا، وبالتالي حل مشكلة ضعف المساحة التخزينية على هاتفك. إذا كنت لأول مرة تشاهد عالم ذكي على اليوتيوب، قم بالاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب وتابع معنا الفيديو. كما قلت في البداية، فلدينا طريقة رائعة جدا للحصول على 1 تيرابايت أو 1000 جيجا من المساحة للتخزين عليها معلوماتك وصورك، وهذا ما يوفره لنا تطبيق فليكر كما نلاحظون، تطبيق تابع لشركة ياهو، يعني شركة غنية عن التعريف، توفر لك 1 تيرابايت من المساحة التخزينية للاستخدام جاهزة مجانا. عندما تقوم بتحميل التطبيق، تطبيق فليكر، من الرابط الذي سأضعه لكم أسفل الفيديو في الوصف، قم بالتحميل وقم بالدخول عليه لأول مرة. يعني سيطلب منك في الأول التسجيل بإيميلك والباسورد، يعني وما إلى ذلك، أنتم تعرفون خطوات التسجيل، يعني أنا قمت بها مسبقا. سيرسلون لك كود على الإيميل الذي قمت بالتسجيل به، وقم بكتابة ذلك الكود يعني في التطبيق، وبالتالي ستكون قد تسجلت في التطبيق. كما نشاهدون ان التطبيق شكله شكل انستغرام، يعني يوفر لك صور لاشخاص ايضا مسجلين على التطبيق وينشرون صورهم هنا، صور رائعه جدا، ويمكنك اعجاب بها، عمل كومنت، يعني كل هذه الامور، يعني مشاركه الصور بين المستخدمين. لكن ما يجهله الناس وهي هذه الخاصية، عندما تقوم بالذهاب إلى خاصية يعني البروفايل الخاص بك، ستلاحظ هنا كما نلاحظ هنا أوتو أبلودر، هذا يعني هذه الخاصية إذا قمت بتفعيلها، وحذاري إذا قمت بتفعيلها، يعني ستسحب كل الصور الموجودة في الهاتف، ويعني تقوم بعملها أبلود هنا يعني في الحساب الخاص بك على فليكر، وهو طبعا ما نلاحظ هنا 1000 جيجا من المساحة التخزينية فري ستوريج التي يمكنك استخدامها على هذا التطبيق، وبالتالي يعني العمل كل صورك هنا. لكن ما يجب عليك فعله ولتفادي هذا المشكل، لان عندما تقوم بعمل اوتو ابلودر سترسل جميع صورك الموجوده في الهاتف الى الحساب الخاص بك، وبالتالي ستكون بيبليك، يعني مرئيه لدى الجميع وسيراها الناس كلها، وانت لا تريد ذلك طبعا. لذلك اذا اردت عمل لها يعني برايفت او خاصه بك انت، تشاهدها انت فقط، يعني واستفاده من 1000 جيجا لتخزين صورك وتشاهدها انت فقط، فكل ما عليك القيام به وهو الذهاب الى يعني الاستوديو الخاص بالصور كما نلاحظ هنا، يعني الاستوديو الخاص بالصور. على سبيل المثال ساقوم باخذ هذه الصوره ونقوم بارسالها الى حسابنا، نقوم بالضغط على شير، يعني كانك ستشارك صوره عاديه، وتقوم ب يعني البحث على فليكر كما نلاحظ هنا، هذا هو فليكر كما نلاحظ في الايقونه، نقوم بالضغط على فليكر، يعني سياتيك هنا بفلترات خاصه كما نلاحظ هنا، يعني شكله شكل انستغرام، تقوم بعمل فلترات خاصه. على سبيل المثال انا اعجبني هذا الفلتر، اذا ما يعني لم تريد اي فلتر تقوم بالذهاب الى اوريجينال ويعني حفظها على شكلها الطبيعي، ما تقوم بالضغط على نيكست كما نلاحظ هنا، وهنا توجد الخدعه والسر وراء هذا، تقوم بالضغط على بيبليك كما نلاحظ هنا، وتقوم بالضغط على برايفت كما نلاحظ هنا برايفت، وهي يعني تقوم بحفظ صورك بطريقه خاصه لا يشاهدها اي شخص الا انت فقط، تقوم بالضغط على برايفت. اذا اردت كتابه شيء على الصوره قم بكتابته، اذا لم تريد فلا مشكله، وتقوم بالضغط على ابلود، ويعني الصوره ستكون قد ارسلت الى تطبيق فليكر، وهذا يعني ما يوفره لك هذا التطبيق كما نلاحظون هنا. يعني سترى جميع صورك الخاصة وهي بريفت طبعا، كما نرى سترى هذا القفل على الصورة، وهذا يعني أن الصورة خاصة ولا يمكن مشاهدتها من طرف أي شخص إلا أنت فقط. طبعا هذه هي الطريقة للحصول على 1000 جيجا، يعني 1000 جيجا خصوصا يعني من لديه مشاكل في الهاتف، في مساحة تخزينية الهاتف، ولديه صور كثيرة، ويعني هو لا يعرف ماذا يقوم يعني النقص والخفض من وخفض مساحة هذه الصور، فهذه يعني مبادرة وطريقة رائعة جدا لحفظ جميع صورك الموجودة في الهاتف على حسابك في فليكر الذي يوفر لك 1 تيرابايت او ما يسمى ب 1000 جيجا، وبالتالي يعني يعني خفض مساحة الهاتف والاستفادة من مساحة اكبر.
كان هذا فيديو اليوم. إذا أعجبتكم الحلقات التي نقدمها على قناة العالم الذكي لا تبخلوا علينا بعمل لايك، قموا بعمل لايك للفيديو لتشجيعنا أكثر، والضغط على زر سبسكرايب، قموا بالاشتراك في القناة، نريد أن نصل إلى 20,000 مشترك إن شاء الله في القريب العاجل، وأيضا تفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل فيديو وكل جديد قمنا بوضعه على القناة. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وحلقة مقبلة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.